وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. الوزير، سؤالي حول وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي، نسائلكم السيد الوزير. شكرا السيد النائب. جواب السيد الوزير. بطبيعة الحال دور المربيات والمربيين في جودة التعليم الأولي هو دور أساسي، وبغيت غير هنا نذكر بأن هاد المربيات والمربيين تيتم تشغيلهم من قبل الجمعيات اللي هي مكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومي، والتي تربطهم بهم علاقة تعاقدية منظمة بمقتضيات قانون الشغل. خلال الفترة الأخيرة قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات إطار للشراكة مع بعض الجمعيات أو بعض المؤسسات اللي هي عندها إمكانات تدبيرية لتتناسب مع معايير الالتزام بالجودة، ويتم بمقتضاها تكليف هذه الجمعيات لتسيير حصة محددة من الأقسام الجديدة، ماشي الأقسام اللي هي موجودة، التي تيتم فتحها في كل موسم من قبل الأكاديميات الجهوية. وهذا المثال كانت واحد العدد ديال المؤسسات اللي انخرطنا في هاد الاتفاقيات باش نحسنوا جودة تدبير الأقسام، وأيضا الارتقاء بتكوين الأساس والمستمر للمربيات والمربيين. وهنا بغيت نأكد بأن كل مربيات ومربيين التي مارسوا نشاطهم بالأقسام اللي تم فتحوها من قبل في المواسم السابقة لا يشملهم هذا الإجراء، بل يستمرون في الاشتغال مع الجمعيات المتعاقدة معها وفق عقود الشغل التي وقعت معهم. وشكرا. شكرا سيد وزير. تعقيب سيد نائب. مسؤولية الحكومة أكبر مما تفضلتم بتقديمه من بيانات. مسؤولية الحكومة تكمن في معالجة الوضعية المتأزمة التي وجدت فيها شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين نفسها بعدما راكمت سنوات طويلة من التجربة والممارسة. فإن هذا القرار تم اتخاذه دون القيام بدراسة لأثارها السلبية على حياة هذه الشريحة التي انخرطت بعزيمة قوية من أجل المساهمة في دعم المنظومة الوطنية للتربية والتعليم، وربطت مسارها المهني بعملها الدؤوب لتشجيع مرحلة التعليم الأولي وخدمة السياسة القطاعية في هذا المجال، وبنت حياتها ومستقبلها في هذا على هذا الأساس دون أن تفكر يوما في أنها ستجد نفسها في مثل هذه الوضعية. وهذا يعني ضرورة إنصاف هذه الشريحة الاجتماعية في إطار سعي الحكومة الحثيث نحو تعميم الحماية الاجتماعية وبناء الدولة الاجتماعية وإعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي في السياسات العمومية والقطاعية، بما يضمن لهذا الفئات العريضة حقها الدستوري في مقومات العيش الكريم وحماية أسرها من التشرد. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل سيد نائب. تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، كيف ما جعل لسان الاخ ديالنا الانسان دوف، المربيات اللي كانوا قبل من هذه المربيات اللي ولات كتختارهم لانابيك لان ما عندهمش البكالوريا، هذه فئه عريضه وتشردات. سيد الوزير، حنا كنطلبوا منك من هذه المؤسسه باش يتلقى لهم شي حل، لان فئه عريضه كانت هزت كريديات وعندهم مشاكل عويصه وما يمكنش يتقصوا هكاك هباء منثورا. سيد الوزير، هاد الاختيار ديال لانابيك راه غير دي جدوى، لان خاص الاختيار يكون من البلاد اللي غيقريو فيها، لان المعلمات اللي كيقريو ب 56 افريه ما يمكنش يجي واحد الدوار اللي غيركب واحد ثلاثه ولا اربعه المرات كيخسر واحد 20 30 حتى 40 درهم، هي هذيك الفلوس اللي كيهم. هنا كنطلبوا من السيد الوزير باش يحثوا على المؤسسات. شكرا السيد النائب.
رد السيد الوزير. اولا كيف قلت هذا متهم غير هذا الاتفاق، تهم غير المربيات اللي هما غادي يتم توظيفهم في المستقبل، لان كل وهذه المربيات اللي هما داخلين في اطار الاتفاق مع لانابيك يمكن يكونوا عندهم غير المستوى ديال الباك، عندهم الباك وماشي ضروري يكون عندهم اجازه ولا هذا، اخذا بعين الاعتبار باش يكونوا نلقاو الاطر محليا اللي يمكن تواكب هذا من طبيعه الحال. هناك انتقاء ديال هذه المربيات على حسب هذا بعض المعايير اللي تجعلهم يمكن لهم ياثروا هاد الاطفال اللي هما عندهم سن ديال 4 سنوات او خمس سنوات. فيما يخص الاخرين حنا تنحاولوا باش نديروا واحد لا لابيليزاسيون ديال هاد الجمعيات وديال كيفاش تيقوموا بالدور ديالهم، وعلى حسب النتائج ديال هاد التقييم غادي يتم مواكبه هاد الجمعيات باش نحسنوا المستوى. شكرا السيد الوزير.